للمزيد من المتابعة والتحليل حول هذه الافتتاحات اليوم بقناة السويس الجديدة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور ربان محمد عبد السلام داود نائب رئيس الأكاديمية العربية للشؤون البحرية. دكتور أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. أولا أهلا وسهلا بالمشاهدين والقناة الفضائية. دكتور ربان، رسائل عديدة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحات اليوم، ما هي أهم الرسائل من وجهة نظر حضرتك والتي يمكن البناء عليها في زيادة الإنتاجية وفي عمل الكثير من الإنجازات في هذا الممر الملاحي والذي يمر من خلاله يعني ما يقرب من 12% من حجم التجارة العالمية؟ الحقيقة يعني قناة السويس زي ما احنا عارفين يعني من أهم المجرات في العالم، ويمكن شفنا لما حصل موضوع السفينه ايفر جيفن قد ايه اهتمام العالم كان بيها. زي ما النهارده شفنا في توسعات بتحصل في الجزء الجنوبي من القناه دوت يواكب التطور اللي بيحصل في السفن، السفن كل شويه بتزيد تكبر فلازم يقابلها على طول توسعات وتطوير. الحاجه الثانيه النهارده برضه شفنا انتاج وحدات بحريه بايدي مصريه، ودي حاجه يعني نواه كويسه جدا. طبعا احنا عارفين لما بيبقى في صناعه في مصر معناها ان انا بوفر النقد الاجنبي، وبنقل الخبرات ديت. طبعا شفنا من جميع الانواع، شفنا قطارات وشفنا سفن ارشاد، شفنا يخت معديه، فده طبعا تنوع جامد جدا. وشفنا كمان يمكن تنويه ان في مشاركه من القطاع الخاص، يعني في حاجات في قناه السويس وفي حاجات من القطاع الخاص. الحاجه اللي كانت مهمه جدا برضو اللي هي موضوع الهدوء. احنا الحقيقه يمكن متاخرين كنا جدا جدا في الموضوع ده. احنا بلد اصلا سياحي، وسياحه الهدوء دي من السياحات يعني بتدر مصر اجنبي، بتوفر فرص عمل، يعني فيها شغل كبير جدا وبتفيد اقتصاد البلد. فالنهارده لما نبدا نهتم بيها ده هيزود اولا دخل النقد الاجنبي، ده هيخلق فرص عمل برضه ثانيه. الحاجه اللي اهم كمان انه هيجلب سياحه ما كانتش بتيجي اصلا يعني بالطرق الثانيه، يعني في ناس بتبقى غاويه تيجي باليخوت بتاعتها وبعدين بتركن باليخت دوت، بتاخد منك تموين، بتاخد وقود، بتعمل اصلاحات. النهارده احنا شفنا من ضمن القطع البحريه يخت مصنع بايدي مصريه، فدي حاجه يعني نقله جديده الحقيقه. طب دكتور ربان، لو تحدثنا عن تاريخيه واهميه قناه السويس وما يقرب من 150 عام شهدت فيها قناه السويس عديد من الانجازات، وطبعا الانجازات المصريه شاهده على ما دار في هذه القناه والتي تعتبر هي الشريان الاهم على مستوى العالم بالاضافه الى يعني قنوات اخرى على مستوى العالم. لو تحدثنا عن قناة السويس وتدشين العديد من القطع البحرية وأهمية التصنيع المحلي والاعتماد كذلك على الأيادي المصرية، ما الذي يمثله يعني هذا الإنجاز؟ أولا التوسعات اللي بتحصل دي رسالة للعالم إن قناة السويس بتواكب التطور اللي بيحصل معاهم في السفن. النهاردة معظم السفن بتعدي من قناة السويس. الحاجة الثانية الازدواج اللي بيحصل دوت بيقلل وقت العبور، وده فايده لاصحاب السفن وبيقلل تكاليف نقل البضاعه. طبعا بيطلع فيه كل شويه طرق بديله لقناه السويس، لكن ما زالت قناه السويس اقصر الطرق واوفرها. لما حصل موضوع القناه الجديده والتكريك والحاجات دي، كان بيحصل ان احنا بنأجر كراكات من بره. النهارده مصر بتمتلك 2 كراكات من اكبر ما يمكن، اللي هي نميش وطنطاوي. والنهارده بقى بعمل كمان ازود هالقدرات دي بلانشات عشان تمونها. فالنهارده شفنا اللانشات دي موجوده، في قطرات الصغيره شفنا تنوع كبير جدا. ده معناها ان مصر بدات توطن صناعه بحريه. توطين الصناعه البحريه ده كان مهم جدا في الفتره دي في مصر. كل الشكر والتقدير الدكتور ربان محمد عبد السلام داود نائب رئيس الأكاديمية العربية للشؤون البحرية.